يبقى ترزاجي بدأ بتمثيل التربة، حبوبات التربة سبرينج والمية بتاعتي. التحميل بتاعي أو الجهاد الإضافي بتاعي السابق في بداية التحميل زي ما قلنا بينتقل كله، يبقى الجهاد اللي أنا هحطه هنا هينتقل تماما للبرو وتربوشر اللي هو ضغط المية. طيب بعد شوية وقت، قالك مع مرور الوقت تبدأ المياه تدريجيا في الخروج، المياه تبدأ تتحرر، تهرب، تتسرب من فراغات التربة في المسار الأقرب إلى خارج التربة، يبقى تروح بسرعة تشوف أقرب مسار وتخرج بعيد عن حبوبات التربة. يؤدي ذلك إلى تقارب حبوبات التربة، يبقى أنا عندي المياه خرجت، يبقى ضغط المياه هيبدأ يحصل له إيه؟ يقل وينتقل لإيه؟ يبقى الإجهاد الخارجي دوت، خلاص ده قيمة الإجهاد بالكامل هينتقل. ما أنا عندي حاجتين، يا إما يروح للتربة لحبوبات التربة، وهنا بنسميه الإجهاد الفعال، يبقى يا إما يروح لحبوبات التربة السيجما ستريس، أو يروح للمية. طب المية مش قادرة فتبدأ تهرب، أو تلاقي المسار مش هتنضغط، هي تشوف مسار تخرج منه، خرجت المية فيبدأ إيه حبوبات التربة تبدأ هي اللي تشيل هذا الإجهاد. يبقى الإجهاد الإضافي ينتقل إلى حبوبات التربة، وبنسميه طبعا احنا عارفين إن أي حاجة ناحية حبوبات التربة بنسميها سيجما داش اللي هو الإفكتيف ستريس. أهو زي ما أنت شايف أنا خلاص المية بتخرج من البرتقان، الضغط نتيجة الضغط عليها المية تبدأ تتحرك وينتقل الحمل كله يطلع يروح للتربة. في النهاية خالص هيروح لمين؟ كل لما المية دي تخرج يبقى الحمل كله هيروح للإفكتيف ستريس. انا هنا لما اجي بدرس كونسوليديشن او بدرس عمليه التسلق، في نهايه خروج ميه خرجت الميه، يبقى انا رحت وصلت كامل الاجهاد الخارجي الى حبوبات التربه. يبقى انا دلوقتي لما اجي ادرس المعادلات بتاعتي وانا بشتغل على سيجما داش اللي مقدار الحمل اللي راح لحبوبات التربه نفسه. وهنا تمثيل لعمليه التسلق بتاع نموذج ترزاجي، قال لك والله ان الاجهاد الكلي اهو، قيمه الاجهاد الكلي اهو، قيمه الاجهاد الكلي هتبدا ده هنا تمثيل الاجهاد الكلي، هنا تمثيل لضغط الميه. ضغط الميه هنا اهو شايل في الصفر، شايل عند النقطه الاولانيه ضغط الميه ده البروتو بريشر شايل كل نفس القيمه بتاعت الدلتا سيجما، لكن بعد ما يعدي وقت يبدا يقل. طب بيروح فين؟ بيروح على الاجهاد الفعال الافكتيف ستريس، يروح لحبوبات التربه، حبوبات التربه تبدا هي اللي تشيل عكس ضغط الميه يقل، حط ضغط او الغاز الفعال يبدا حبوبات التربه تبدا تشتغل. تمام؟ ده نموذج تاني. الراجل ده قال لك خلاص انا كده هعمل نظريه، النظريه دي اسمها التسلق في اتجاه واحد، هفرض فيها شويه فروض واشتغل عليها. هفرض ان انا دلوقتي التسلق اللي بيحصل او الهبوط اللي بيحصل فيه في التربه بيحصل في اتجاه واحد، ما بيحصلش في اتجاه تاني. ليه؟ قال لك ان انا هفرض ان التربه محاطه جانبيا، خلاص التربه محاطه من جميع الاتجاهات، يبقى التغير اللي هيحصل هيبقى تغير راسي، يبقى التشكل هيبقى تشكل في الاتجاه الراسي. يبقى ده الحمل الخارجي، وادي التربه بتاعتي فيها جزء من الميه وجزء من حبوبات التربه، دي عينه من التربه بتاعتي. هاخد العينه ديت وادرس عليها الاتجاهات. خد العينه ديت وحط عليها وحط عليه في المعمل، والعينه دي حط عليها قيمه اجهاد اللي هو طلع على الميكروسكوب. الاجهاد دوت ده ارتفاع العينه الابتدائي اللي دخل بيه، الفويد ريشيو اللي هي الاي اللي هي نسبه الفراغات في العينه بتاعتي، اللي لو تفتكر انت درسنا عارف طبعا الفويد ريشيو يعني ايه، الفويد ريشيو اللي هو الفي في على الفي اس. طبعا الفي اس هنا في الشغل بتاعنا هنا ثابتة، ما هو نفس العينة وهي اللي هتنضغط، يعني الفي اس بتاع التربة بتاع العينة دي بعد ما تنضغط هتبقى العينة دي هي الفي اس واحدة، هي الفي اس هتتغير، حجم بتاع الفي اس هيتغير، مش هيتغير. يبقى التغير اللي بيحصل فين؟ بيحصل في الفراغات هنا كلها مليانة مية، أنا شغال على تصلب، تربة ناعمة مشبعة بالمية تمام. يبقى هنا هو بيدرس هنا التصلب في التربه الناعمه المشبعه تماما بالميه. يبقى انا دلوقتي التغير اللي هيحصل فين؟ في حجم الفراغات.
يبقى حجم الفراغات لما اخلي الفي اس بواحد، حجم الفراغات هنا بالنسبه لي هو الفويد ريشيو، هو الفي هو الاي، لان الاي عباره عن في في على الفي اس. يبقى الفي اس لما يكون بواحد يبقى الاي هو الفي في. يبقى انا الاي بتاعتي او الفويد ريشيو بتاعتي في البدايه خالص هنسميها اي نوت في العينه الابتدائيه اللي انا هخش بيها لسه ما انضغطتش، والارتفاع العينه بتاعتي هنسميه اتش نوت. طيب لما احمل العينه بتاعتي الابتدائيه دي وابدا احط اجهاد مرحله معينه، اجهاد بحمل معين، الاجهاد دوت هيعمل ايه؟ هيقلل وهيحصل انضغاط، هيحصل بمقدار دلتا اتش. يبقى الدلتا اتش دي هتعمل لي ايه؟ ده مقدار الهبوط. يبقى دلتا اتش دي ده مقدار الهبوط الناتج عن ايه؟ الناتج عن قيمة الاجهاد بتاعتي. يبقى الدلتا اتش دي هو مقدار التغير اللي حصل في ارتفاع العينة. يعني لما اقول يبقى الدلتا اتش على الاتش بالكامل، يبقى بالنسبة لي ده الاسترين بتاعي، يبقى الافريج فيرتيكال سترين هو الدلتا اتش على الاتش. طيب الاي حصل لها ايه؟ الاي ما بقتش اي نوت، ده بقت اي واحد او اي بتاعت العينه دي. اي بتاعت العينه دي اكبر ولا اقل من الاي نوت؟ حجم الفراغات هنا حصل له ايه؟ قل. حجم الفراغات هنا قل. قل بمقدار ايه؟ قل بمقدار دلتا اي. قل بمقدار دلتا اي اللي هو ايه؟ ان بمقدار الفي في اللي اتحرر او اللي انضغط. تمام. لو مثلنا الكلام اللي احنا قلناه هنا مثلناه على 3 فيز، يبقى انا عندي هنا الفي في، خلاص احنا قلنا الفي في هو الاي نوت والفي اس خليناه بواحد، يبقى مقدار التغير اللي حصل في الدلتا اي في الاي هو عباره عن دلتا اي انضغطت العينه اهي. يبقى الاسترين بتاعي دلتا اي على واحد زائد اي نوت. ما هو الاسترين هناك كان دلتا اتش على اتش نوت، يبقى بيساوي الاسترين هنا هو دلتا اي على واحد زائد الاي. وده مهم جدا، العلاقه دي مهمه جدا، ان دلتا اتش على اتش نود هي عباره عن دلتا اي على واحد زائد الاي نود. دي هنستنتج منها مقدار الهبوط، لان انا اصبح عندي مقدار الهبوط هو ايه؟ هو الدلتا اتش، هو ده مقدار الهبوط اللي انا بدور عليه، وده اللي انا بحسبه. وبعد ما احسبه هو ده اللي انا هقول والله الهبوط ده مسموح بيه ولا مش مسموح بيه. يبقى انا لما اطلب منك هطلب منك مقدار الدلتا اتش اللي هو مقدار الهبوط اللي حصل في العينه بتاعتي، وده اللي انا بدور عليه وده اللي انا عايز احسبه. التصلب، يبقى انا دلوقتي الافريج فيرتيكال ستريس هو دلتا اتش على الاتش نود عباره عن دلتا اي على واحد زائد الاي. التصلب ده هو التصلب في اتجاه واحد. عرفنا طبعا ان الاتش نود هو السمك الابتدائي، دلتا اتش هو الهبوط الانضغاط، مقدار الهبوط. الدلتا اي عباره عن التغير في نسبه الفراغات، الاي نود هو نسبه الفراغات الابتدائيه. نروح بقى للاختبار انضغاطيه التربه. اختبار انضغاطيه التربه اختبار بيسميه كونسوليديشن تيست. هخرج من الاختبار دوت بشويه معاملات، مجموعه المعاملات ديت هقدر احسب منها قيمه الهبوط كونسوليديشن، قيمه الهبوط اللي هو البرايمري اللي هو قيمه الهبوط الابتدائي اللي هو اللي بيمثل نسبه 90% من قيمه من الهبوط، من قيمة الهبوط بصفة عامة، أو الهبوط من قيمة الهبوط الكلي. يبقى اختبار انضغاطية التربة في اتجاه واحد، عمل الراجل عمل محاكاة لما يحدث في الموقع. راح جاي قال لك والله أنا عندي عينة التربة هجيبها من الموقع أهي، خدها من الموقع بأبعاد معينة، هيخش بالأبعاد ديت اللي هو من 50 لـ 75 اللي هو الديامتر بتاع العينة. 75 مللي هتبقى يعني حاجة بسيطة أوي، بتكلم فيه 5 سنتي، والارتفاع بتاعها بيبقى من 2 سنتي ل 3 سنتي. خد العينه دي وهيجهزها في المعمل باستخدام ادوات، هي الادوات بتاعت التجهيز. بياخد العينه بيبدا من خلال المنشار ده بيبدا يقص العينه ويجهزها تبقى قد الرنج اللي انا هحطها فيها. اجهز العينه بتاعتي، حطها في الرنج هنا اهو، الرنج اهي حطها هنا في الرنج بتاعتي. دي السويل بتاعتي، السويل بتاعتي دي هحطها في خلية، دي الخلية بتاعتي، دي الخلية بتاعتي اهي، ادي العينة بتاعتي اهي، وادي الرنج، حطها في الرنج الأول وبعد كده هحطها في الخلية. الخلية بتاعتي يبقى فيها مية من جميع الاتجاهات، وقبل ما بحط العينة بتاعتي بحط تحتها حاجة اسمها بورستو، حجر
الحجر ده بيسمح بخروج الميه، بيسمح بخروج الميه من العينه، ما بيخرجش العينه نفسها، ما بيخرجش حبوبات التربه، لكن بيخرج حبوبات، بيخرج الميه بتاعتي، بورس تون بيسمح بخروج الميه، بورس نفاذي، وهنا برضو حجر نفاذي بيسمح بخروج الميه. يبقى انا بحط العينه بتاعتي بين حجرين منفذين للميه، والعينه بتبقى والخليه كلها بتبقى فيها ميه، بحيث ان هو ده الوسط في الطبيعه، ان الميه مشبعه تماما، العينه مشبعه تماما بالميه. بحط فوق الكاب، الكاب دوت اللي هو بينقل الحمل، عشان الحمل يبقى منتظم على العينه بتاعتي، بحط فوق كاب كده بحيث ان هو ينقل الحمل على منتظم، ده الحمل بتاعتي، هركز الحمل بتاعي هنا في النص بحيث ان هو ينتقل هذا الحمل للعينه بتاعتي. السيكونس بتاع التجربه ان انا دلوقتي بحط العينه لها اتش نود ولها اي نود، بحط حمل، الحمل دوت بيفضل مده 24 ساعه، يوم كامل بحسب، بحط الحمل ثابت، بحط حمل باجهاد معين، والله انا احط الاجهاد مثلا هبدا بربع طن على المتر المسطح، الاجهاد دوت بيفضل ثابت 24 ساعه، وخلال ال 24 ساعه مش بقعد، لا ده انا بقعد بقى بمسك الورقه والقلم واقعد احسب بعد دقيقه حصل هبوط، ده بحط دايل جيج اهو، الدايل جيج اهوت بيحصل ايه، بمجرد ان انا احط الحمل واثبت الحمل دوت يحصل الدايل جيج يبدا يتحرك، يبدا يتغير، الدايل جيج ده يبدا يتحرك، والله حصل هبوط، والله نص ملي، 1 ملي، وابدا اسجل بقى خلال ال 24 ساعه، بسجل في ازمنه بقى، واحد دقيقه، 2 دقيقه، 3 4 دقيقه، نشوف الازمنه اهي، 1 2 4 8 لغايه 30، بعد 30 دقيقه، ساعه، ساعتين، 4 ساعات، 8 ساعات، ابدا اسجل الاراب بتاعتي خلال 24 ساعه. الاجهادات بتاعت اللي هحطها، ببدا بجهاد نص كيلوجرام على سنتي سكوير، بعد كده ربع، اسف، بعد كده نص، 1 2 4 8 لغايه 16. يبقى انا عندي الاختبار بتاعي ده بيقعد كام يوم؟ ما هو كل جهاد بيقعد 24 ساعه، يبقى دي يوم، 2 3 4 5 6 7 ايام، ممكن اقف عند 8 كيلوجرام على سنتي سكوير، رقم كبير، 8 كيلوجرام على سنتي سكوير ده رقم كبير، إجهاد بقيمة كبيرة. يبقى أنا دلوقتي الإجهاد دوت إجهاد كبير، ده نص كيلو جرام على سنتي سكوير، بنتكلم في رقم كبير مش قليل يعني. فأنا دلوقتي ببدأ أحط كل الإجهاد دوت قعد 24 ساعة، والإجهاد ده 24 ساعة، وهكذا. نرجع تاني النظريه بتاعته، هو بدأ حط العينه بتاعتي، هيحصل نتيجه وجود الاجهاد الاولاني دوت، حصل تلت اتش واحد، يبقى الاتش ضائع في سمك العينه بتاعي من اتش نود بقى اتش واحد، لما احط الاجهاد التاني السمك اتغير من اتش واحد لاتش اتنين، يبقى حصل تغير في سمك العينه بتاعتي، وهكذا. طبعا انت عارف العلاقه بتاعتي اللي بتربط الدلتا اتش على الاتش نود بيساوي الدلتا اي على 1 زائد الاي نود، يبقى انا من العلاقه، طب انا عايز احسب بقى الاي دلتا اي، يبقى اقدر احسبها من العلاقه دي. هنشوف بقى هنحسب الكلام ده ازاي في، طيب بعد، طب بعد ما بخلص هنحسب الكلام ده ازاي، وهو عامل جدول بقى بحط فيه الداتا بتاعتي بحيث ان انا اخرج نتائج، وهنشوف النتائج دي هنتعامل معاها ازاي. طب بعد ما بخلص بشيل الحمل برضو بتاعتي، ازاي كان بترك العينه 24 ساعه اللي بحصل فيها انتفاخ، بعد ما بشيل الاحمال بسيبها مدة 24 ساعة، واحسب برضو مقدار الدلتا اتش اللي هتحصل بقى، يحصل بعد العينة بتاعتي انضغطت، بعد ما بشيل الأحمال بتاعتي آخر حمل بحطه، أسيب العينة ترتفع، واحسب برضو مقدار، أسيب الدايل جيج زي ما هو بحيث إن أنا أحسب هيحصل انتفاخ للعينة، طبعا انتفاخ غير كامل، ما بترجعش طبعا لطبق لسبب ارتفاعها الاتش. ادي العينه اهي بالتثبيت، طريقه التثبيت، ادي الخليه، دي خليه شفافه اهي، وادي الرنج اللي بحط فيها العينه، وهلاقي ده البورس ستون، انا حطيت بورس ستون تحت اهو، في بورس ستون تحت، وحطيت العينه جوه رنج، وبعد كده بحط بورس ستون، وبعد كده بحط مخده، والمخده دي خلاص بركب عليها الدايل جيج، ودي دي اللي بتنقل الحمل بتاعي، ده الحمل بتاعي بقى اللي هيتنقل لي المخده، من المخده هيتنقل لي للعينه بتاعتي بشكل منتظم. وحسبت الدايل جيج اهوت، بثبته بحيث ان انا اقرا القرايه دي من على الدايل جيج. اوصل ليه بقى؟ ده الجدول اللي انا هحط فيه العينه بتاعتي.
انا دلوقتي في نهاية كل حمل، انا عندي الحمل الاولاني، الحمل التاني، الحمل التالت، الحمل الرابع، الحمل الخامس. هو هنا استثنى الربع، اشتغل طوالي على 50 اللي هو النص كيلو جرام على سنتي سكوير، اللي هي 50 كيلو نيوتن على المتر سكوير. يبقى انا دلوقتي هو بدأ هنا صفر صفر، طبعا ما فيش حمل. يبقى ارتفاع العينه كان كام؟ 19 و8 اللي هو دخل بيها، يعني هو دخل بعينه ارتفاعها 19 و8 مللي. يبقى انا داخل بالاثنين دول، دخلت صفر و19 و8، سبت الحمل 50 مده 24 ساعه، اللي هو 50 كيلو نيوتن على متر سكوير اللي هو نص طن، 24 ساعه. حصل ايه في الارتفاع؟ بقى كام؟ بقى 13، بقى اسف 19، 39. يبقى مقدار الانضغاط اللي حصل قيمته كام؟ 0.41. يبقى انا هعمل خانه هنا اسميها دلتا اتش، وهسجل في النص هنا بين القرايتين دول مقدار الانضغاط. طيب خلصت ال 24 ساعه، خش على ال 24 ساعه اللي بعده. ال 24 خلص، ال 24 خلص، وقف خلاص، المؤشر وقف ما بيتحركش. احط تاني، ازود الحمل بتاعي اخليه كام؟ 1 كيلو جرام اللي هو 100 كيلو نيوتن على متر سكوير. خلاص تحصل انضغاط، خلص في نهاية ال الـ24 ساعة بتوع المية. بقت ال H كام؟ 19 2 4. طبعا أنا اللي أنا بقيس هو مقدار الانضغاط، بقيس مقدار الانضغاط الهبوط اللي حصل في العينة من خلال الداير جيج. يبقى أنا عرفت ال تلت H كده. يبقى إما لما أجي أديك المسألة اللي أنت هتشتغل عليها، يا إما أديك مقدار السيكنس بتاع العينة، يا إما أديك الدلتا H مباشرة. يبقى أنا ممكن أديك الاستريسز بتاع كل 24 ساعة، بتاع كل حمل خلال 24 ساعة، واديك السيكنس او اديك الدلتا اتش، واجي اقول لك والله بص انا عايزك تطلع لي علاقة بين الفود ريشيو والسيجما، او طلع لي علاقة بين الفود ريشيو واللوج سيجما. طيب هحسب الاي ازاي واحسب الدلتا ازاي؟ قال لك بص، لما تيجي تشتغل تعمل الاول الدلتا اتش، خلص الدلتا اتش، يا اما نديك السيجما والاتش زي ما مديك في المساله هنا. دي مساله بقول لك والله اني الاجهاد اهو ومقدار الارتفاع بتاع العينه اهو، الاجهاد اهو ومقدار ارتفاع العينه اهو، خلاص وصلت لغايه اخر واحد اللي هو ال 8 كيلو جرام، كانت 18 و4. بعد كده صفر، خلاص شلت الاحمال كلها، شلت اللي هو ال 8، بدأ حصل انتفاخ بعد 24 ساعة، وصل ل 19. طبعا ما وصلش ل 19 و8، لا وصل ل 19. طيب باجي بعد ما بخلص الاختبار، باخد العينة دي، باخد من العينة دي ووتر كونتنت، آخر عينة خالص، آخر حالة خالص، بعد ما بشيل كده آخد الإيه؟ الووتر كونتنت. أحسب الووتر كونتنت النهائي. حسبت الووتر كونتنت النهائي أهو، طلع 28 و6. من الووتر كونتنت النهائي دوت آخد، انت عارف ان الاس في الاي بيساوي الووتر كونتنت في الجي اس. هنا عندك الاس بواحد، العينه مشبعه، يبقى اقدر هنا احسب الفويد ريشيو النهائي. ايه الفويد ريشيو النهائي دوت؟ هو دي معلومه كده بجيبها. يبقى المعلومه دي جبتها منين؟ من الووتر كونتنت النهائي، وانا عارف الجي اس بتاع العينه بتاعتي، حاسبه قبل ما اخش. يبقى انا دلوقتي وعندي الووتر كونتنت بتاع العينه، انا حسبته او مديهولك اهوت، انا كده كده حاسبه في المعمل. يبقى انا وصلت للايه؟ للاي فاينل. يبقى الاي فاينل ابدا احط بقى الاي فاينل تحت كده. يبقى المساله دي بتتحل ازاي؟ ودي مساله التجربه، ودي اهم مساله عشان اقدر احسب الكونسوليديشن، اقدر احسب مقدار الهبوط. يبقى انا دلوقتي ابدا اشتغل هنا في الاختبار دوت من تحت، ان انا ببدا اجيب الاي فاينل دوت اهو، اللي هو طلع كام؟ 0.77. يبقى 0.772 دي الاي فاينل، دي انا حسبتها منين؟ من الوت. بعد ما بخلص باخد الووتر كونتنت، باخد احسب الووتر كونتنت بتاع العينه النهائيه، او اخر مرحله من مراحل التحميل، اشتغل احسب الايه؟ الاي اللي هي مرحله بعد ما بشيل الحمل بتاعي. حسب الفويد ريشيو النهائيه، ابدا احسب من الفويد ريشيو النهائيه احسب الدلتا اي. احسب الدلتا اي ازاي؟ قال لك ما انت عندك علاقه بين الدلتا اي على 1 زائد الاي بيساوي الدلتا اتش على الاتش فاين. يبقى انا معايا الاي فاين ومعايا مقدار الدلتا اتش، ما هو اللي هو 0.6، وانا حاسبه اللي هو مقدار الانضغاط في المرحله الاخيره، وعند الاتش يبقى انا اجيب الدلتا اي. جبت الدلتا اي، ما انت عارف ان الدلتا اي بيساوي الاي فاينل ناقص الاي انيشال، اقدر اجيب الاي انيشال. يبقى انا هنا الاي فاينل معايا
احسب الدلتا اي، وبعد كده اجيب الاي انيشال اللي هي المرحله اللي قبلها، وهكذا اكمل احسب الدلتا اي، وبعد ما انا عندي الاي نفس اللي انا عملته في المرحله اللي اعمله واكمل وهكذا لغايه ما اكمل الجدول دوت. وهتاخد مثال كامل مع المهندس نعمان على ازاي تكمل الجدول ده. يبقى انا بعد ما بكمل الجدول دوت انا بوصل لجدول بين السيجما والاتش والدلتا اتش والاي والسيجما اي كامل. احسب بقى اللوج سيجما، اللوج سيجما لوج للاستريسز، وارسم علاقه بين ايه؟ ارسم علاقه بين الفويد ريشيو واللوج سيجما. العلاقه دي بهذا الشكل، تبدا بكيرف وتنتهي ب خط مستقيم. في الخط المستقيم دوت ليه ميل، هذا الميل هو عباره عن سي سي، معامل اسمه سي سي كومبريشن اندكس. معامل السي سي ده مهم جدا هحسبه. طيب هنا في نهايه الاستريسز حصل ايه؟ لما بس خلاص وصلت للصفر بيحصل انتفاخ. الانتفاخ دوت بترجع العينه بتاعتي بالفويد ريشيو الحجم يزيد شويه، هنا الحجم زاد شويه نتيجه الصفر، خلاص حصل انتفاخ. الميل دوت هو اسمه سي اس، يبقى انا عندي السي سي هو ميل الخط الاساسي بتاع التجربه ميل، وبعد كده حصل انتفاخ. ففي معاملين بحسب، معامل اسمه كومبريشن اندكس اللي هو السي سي، ومعامل اسمه السويلنج اندكس اللي هو السي اس. السي سي بحسبه منين؟ بحسبه من الخط المستقيم. هذه العلاقه بتبقى بهذا الشكل، هو الخط المستقيم، هو الخط المستقيم اللي تحت ده هو سي سي. لما بيحصل ارتداد السي اس اللي هو السويلنج اللي هو مقدار الانتفاش اللي حصل او الانتفاخ اللي حصل في العين. يبقى انا عندي فيه اتنين دليل، دليل الانضغاط بحسبه من الخط نهايه التجربه من الخط المستقيم دوت، ودليل الانتفاخ بيحصل من الرده دي. الرده دي خلي بالك بتلاقيها موازيه لبدايه لما بادئ بمنحنى. لو خدت ميل للجزء بتاع المنحنى دوت وخدت خط عليه كده، هو بيبقى نفسه تقريبا، هو نفس الخط بتاع الانتفاش، لكن انا بحسبه من تحت من هنا. طيب يبقى انا دلوقتي عندي العلاقه دي، اقدر احسب السي سي واقدر احسب السي اس. المعاملات دي هنشوف هنستخدمها في ايه بعد كده. طب السي اس دوت معامل الانضغاط او دليل الانضغاط اللي هو السي اس، هل اقدر احسبه بعيد عن التجربه؟ قال لك ممكن، في ممكن تحسبه من الليكويد ليميت، ودي طريقه امبيريكال، ممكن احسبه من الليكويد ليميت مباشره. ازاي؟ قال لك السي اس عباره عن 0.009 الليكويد ليميت ناقص 10 في حاله العينه الاندستيرب. حته العينه الاندستيرب دي انا اصلا بخش الاختبار بتاعي، العينه بتاعتي لما بجيبها من الطبيعه بحافظ عليها. بحافظ عليها ازاي؟ يعني انا الاختبار بتاعي دوت قبل ما بخش بقى، قبل وانا بجيب العينه بتاعتي انا بحافظ عليها بمحتوى الرطوبه بتاعها اللي موجود في الطبيعه، بحافظ على شكلها، ما يحصلش تاثر في شكلها. ده انا بجيب العينه من الجثه بروح مشمحها وحاطط عليها الشمع بتاعي بحيث ان الرطوبه بتاعت العينه بتاعتي تفضل زي ما هي. والشكل بتاع اللي انا ببدا هنا اقطع من خلال الكلام ده بقطع، لكن العينه نفسها هي محتوى الرطوبه بتاعها ونفس الشكل، ما حصلهاش اي ديسترب. يبقى انا دلوقتي عندي ديسترب العينه بتاعتي لما تكون اندستربد، او خلاص والله هو بقى ممكن، هو قال لك ممكن تحسبها عن طريق الليكويد ليمت ناقص 10 مباشره. لو انا جبت الليكويد ليمت اقدر اجيب السي سي. طب بس ده ما يغنيش عن الاختبار بتاعي. الاختبار بتاعي هقدر احسب منه زي ما هنشوف، هحسب منه مقدار الهبوط. مقدار الهبوط احسبه ازاي؟ من خلال في معادله اقدر احسب من السي سي مباشرة، اقدر احسب مقدار الهبوط زي ما هنشوف في المحاضرة الجاية. هحسب ازاي مقدار الهبوط على نتيجة هذا الاختبار. برضو السي سي ممكن احسبه بقى لو العينة بتاعتي والله يعني حصل فيها تغير، ممكن احسب بقى الليكويد ليمت سي سي يبقى عبارة عن 0.07 الليكويد ليمت ناقص. العلماء يعني عملوا تجارب كتير، في واحد سكيمبتون عام 1944 حط والله علاقه، في العلاقات بتختلف. العلماء اشتغلوا على الموضوع دوت بحيث ان هم يربطوا الليكويد ليميت ب سي سي، وهل يقدر يحسب السي سي من خلال الليكويد ليميت وهكذا. يبقى انا دلوقتي اللي طلعت بيه من الاختبار طلعت بيه معامل الانضغاط ومعامل السويلنج من الاختبار. هل اقدر اطلع بحاجات تانية؟ اقدر اطلع بحاجة اسمها معامل الانضغاط اللي هو الاي في.
الكومبريشن اندكس. لو رسمت علاقه بين الفويد ريشيو والافكتيف ستريس، الاستريس بتاعتي انا هنا شغال على الافكت لان خلاص الميه خرجت، انا بشتغل هنا في نهايه الميه، خرجت الميه كلها، يبقى انا شغال على السيجما اس. يبقى العلاقه اللي انا برسمها علاقه السيجما بتاعي، سيجما اللي هو الحمل اللي انا حطيته، خلاص بعد ما خرجت الميه انا اقدر وصلت الحمل دوت للتربه بتاعتي، يبقى انا شغال على الافكت السيجما داش. قال لك ان العلاقه بين الفويد ريشيو، النسبه بين الفويد ريشيو، مقدار التغير في الفويد ريشيو بين بالنسبه للدلتا سيجما، يعني لو خدت نقطتين دلتا اي على الدلتا سيجما هو الاي في، ده النسبه بين نسبه الفراغات والتغير في الاجهاد، والناقص ديت معنى كده ان الايه يمثل مقدار الضغط. الوحده بتاعت طبعا مقلوب الاجهاد، مقلوب اللي هي واحد على سيجما اللي هو يبقى سنتي سكوير على الكيلو. في علاقه تانيه بجيبها واقدر من خلال الام في دوت اللي هو معامل الضغط الحجمي الام في، اقدر برضو احسب قيمه الدلتا اتش اللي هو مقدار الضغط. يبقى انا دلوقتي الام في عباره عن، قال لك الام في دوت عباره عن ايه؟ الانفعال الحجمي نتيجه الزياده في الاجهاد، يبقى مقدار الانفعال في الحجم دلتا في على الفي نود على الدلتا سيجما. طب ما انت عارف ان الدلتا في على الفي نود هي الدلتا اتش على الاتش نود هي الدلتا اي على واحد زائد الاي، ما هو التغير الراسي هو التغير اكنه في الحجم بالكامل، المساحه ثابته. طيب يبقى انا دلوقتي لو شلت الدلتا في على الفي نود ممكن احط الدلتا اي على واحد زائد الاي، يبقى احط الدلتا اي على واحد زائد الاي، يبقى انا عندي الام في ده عباره عن ايه؟ عباره عن الاي في على واحد زائد الاي نود اللي انا دخلت بيها، اللي هو بدخلت بيها الاجهاد بتاعي. يبقى انا دلوقتي ده بيحصل الام في ده بيحصل لاجهاد معين او منطقه معينه من الاجهاد، سيجما واحد وسيجما اتنين مثلا التغير بينهم، يبقى السيجما واحد قصاده اي نود، سيجما اتنين دي السيجما الفاينل بتاعتي. تمام، يبقى انا دلوقتي اقدر احسب الام في، اقدر احسب الاي في، اقدر احسب السي سي، اقدر احسب السي اس، كل دي معاملات ودلائل معاملات الانضغاط اقدر من خلالها احسب الهبوط بتاعي. زي ما نشوف في المحاضره الجايه هحسب الهبوط بتاعي من خلال السي اس والسي سي، اسف من السي سي والام في، معادلات مباشره اقدر احسب منها الهبوط. وكده بتنتهي المحاضره الاولانيه في التصالح. شكرا، ان شاء الله نشوفكم المحاضره الجايه.